السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. قال العلامة عبد الله بن حسين بن طاهر الحضرمي التريمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه سلم التوفيق إلى محبة الله عز وجل على التحقيق: فصل فيما يحرم على المحرم والمحرمة. هناك أشياء إذا ذهب الإنسان لحج بيت الله تبارك وتعالى أو العمرة فإنه مجرد إحرامه لا يصح له أن يقترب من أشياء أو أن يفعلها أو أن تمس جسده أو أن يمسها. إذن هناك أشياء محرمة لا يجوز للمحرم أن يفعلها بعد الإحرام، فإذا فعلها فيجب عليه فدية، وسنبين مقدار كل فدية بما تقابله من الشيء الذي فعله هذا المحرم وارتكبه. وهذه المحرمات التي سيذكرها هنا، سيذكر ثمانية محرمات، سيذكر ثمانية أشياء من المحرمات، والمحرمات كلها صغائر. قال يقول الفقهاء إن هذه المحرمات كلها صغائر إلا الجماع المفسد للحج وإلا قتل الصيد فهما من الكبائر، هذان من الكبائر. إذن قال وحرم أي منع على من أحرم أي لبس إحرامه ونوى الإحرام وبدأ في الحج أو العمرة طيب. الطيب المراد به العطر الذي يتطيب به وله رائحة، سواء كان مائعا بأن يلامس به جسده أو كان مشموما بأن يلتصق بأنفه، يأخذه ويلتصق بأنفه كالورد. فالعطر سواء كان في ثوب أو في بدن، ولو كان هذا المحرم أخشم يعني لا يشم، يعني لا يشم، لكن بقصد، بشرط القصد والعلم والاختيار. فإذا لم يقصد بأن كان ناسيا فلا فدية عليه، أو إذا لم يعلم ما كان يعلم ذلك، أو إذا كان مكرها كذلك لا فدية عليه. إذن طيب. وأما التطيب قبل الإحرام فهذا لا مانع منه، فقد كانت عائشة تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. لكن إذا كان هذا الطيب في ثوب ولبسه قبل الإحرام يظل لابسا له في يعني في رداء أو، لكن لو خلعه ولا زال الطيب فيه ثم أراد أن يعيده لا يجوز له أن يعيده لأنه لبس آخر. وهنا تنبيه: التطيب للمرأة عند الخروج من البيت هذا مكروه تنزيها، ليس بحرام، لكن إن قصدت به التعرض للرجال بهذا الطيب وبهذا والإكثار من هذا العطر فإنه يحرم في هذه الحالة، لأن الحديث الصحيح الذي ورد في ابن حبان يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أي امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. هذا إذا كان القصد الرجال، أما إذا كان لم يكن القصد الرجال بأن تطيبت هكذا فقط فهذا مكروه وليس بحرام. قال ودهن رأس ولحية بزيت أو نحوه، دهن الرأس واللحية، غير الرأس غير اللحية أو استعمله في الأكل هذا لا يحرم. قال وإزالة ظفر وشعر، كذلك من المحرمات إزالة الظفر والشعر، لكن الظفر إذا لم يكن منكسرا وباقيه. قال وجماع ومقدماته، جماع ولو في قبل أو دبر ولو لبهيمة، ومقدماته كالتقبيل واللمس وما إلى ذلك، وعقد نكاح له أو لغيره ولا يناقض،
سواء كان لنفسه أو لغيره وكان وكيلا. عموما من كان في الإحرام لا يصح العقد لنفسه ولا لغيره ولا ينعقد. قال: واصطياد صيد مأكول، مأكول خرج به غير مأكول، فلا يحرم اصطياد غير مأكول والمتولد منه، وكذا الحيوان المؤذي كالعقرب والحية والكلب العقور، هذا لا يحرم. بري أي ليس من صيد البحر، ليس من صيد البحر. وحشي أي غير مستأنس ولا أليف، وإذا صاده فإن عليه المثل كما سنبينه، فإذا صاد نعامة فهي تشبه الإبل، فيعطي إبل واحدة من الإبل لثلاثة من الفقراء من فقراء الحرم فأكثر، فلهم أن يذبحوها ويأكلوا لحمها، ولهم أن يبيعوها ويأخذوا ثمنها. قال: ويحرم على رجل ستر رأسه، يحرم الرجل لا يغطي رأسه، فإذا غطى رأسه فقد ارتكب محرما من محرمات الإحرام. ولبس محيط به، المحيط به وهو ما كان متصل الطرفين بخياطة أو تزرير أو غيرها من وسائل الوصل كالقميص والسراويل. وعليها أي ويحرم عليها ستر وجهها، وأن تلبس القفاز هذا الذي في الأيدي. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.